يلا تفضل اخو. انت انتظرني هنا، عندي شغله صغيره كلش، هسه اخلصها وارجع لك. طبعا اخويا خذ راحتك، العداد اصلا مفتوح، قد ما تريد انتظر. شو مكان يخبل هذا، يجنن. باع الاكسجين هنا والجو شلون نقي، الواحد هنا ما يموت ابد. مرحبا اخويا، مزرعتك كلش حلوه. اي والله اخويا، جبت الفلوس؟ مثل ما حكينا اخويا، الفلوس جاهزه، بس الالماس حاضر. انتظر هسه اجيبه. انتظرك. يعني قابل هذا المكان غالي؟ شقد سعر المتر هنا؟ بيش الدونم؟ واحد لو يشتري لي كم دونم مال قاع هنا ما معلوم، يجوز بالمستقبل يصير منه جسر، خط سريع، مشروع، وتزيد الاسعار. مو بعيد على الله، كل شيء ممكن، الله اعلم. اوه خبل الاكسجين اللي هنا، الله شنو، بطه، خروف، دجاج، وذاك طلي. يبو هذا صوت مال بقره، يمكن هذا المكان مال الابقار هنا، هذول قرايب عمتي اعتقد، او هيلي لو عمتي هنا كانت تفرح كلش هوايه. خلي اشوفهم القرايب عمتي بالله. يبو هذا ايش يسوي؟ بفضلك راح اصير زنقين كلش يا الماس. يبو هاي شايل بيده الماسه، اويلي الله بقد راسي هاي الماسه، ايش كبرها. امشوا. شرطة ارفع ايدك، اخذوه اخذوه. الفلوس هنا سيدي. لعد الرجال اللي يبيع بالالماس وينه؟ الماس شنو سيدي، انا جاي هنا حتى اشتري قاع. انت وين لاقي هاي الكلاوات؟ اخذوها للسيارة ودوروا على هذا. شرطة ارفع ايدك، ارفع، تعال. شو اكو سوء تفاهم، انا مواطن صالح ملتهي بشغلي. طبعا طبعا، شنو ليش ما شايفين مواطن صالح؟ امشي قدامي، يلا امشي يلا. يبو البقرة بلعت الالماس، هاي شنو، والله بلعتها. منو انت؟ يبو شو سوي هنا؟ وقف اخوي على كيفك، انا سايق تاكسي من مكتب الامان، واسمي سنان كاية. اخوي دقيقة هسه راح اطلع لك الاجازة مالتي، العفو هاي القائمة مال اللي نصيب. الاجازة هنا، دقيقة عيني. دقيقة، هاك شوف اخوي باوع، هاي الهوية مالتي وهاي الاجازة. امشي اشوف، امشي. ايه صار على كيفك. والله انا اشتغل هنا سيدي، اهتم بالحيوانات. واني همين سايق تاكسي من مكتب الامان، الاخ قال وصلني هنا فوصلته وقال انتظر، فاني دا انتظر قلت خل اتفرج على المناظر الحلوه سيدي. شفت المعلومات، اثنين هم مالهم علاقه بالموضوع. تمام نعطيهم اوراقهم. اي والله لا تطلعون برا الحدود، راح نحتاج افاداتكم. طبعا سيدي، احنا من واجبنا بمكتب الامان انه ندعم الامن بكل وقت وبكل زمان وبكل قوه واخلاص. ما لقينا الالماس المفقود سيدي. خلي نروح نحقق وياه بالمركز، ربي يساعدكم ويسهل لكم ان شاء الله. ما افتهمت ايش يصير. والله يا عمي اني هم كل شيء ما افتهمت، على العموم انسى عمي، اقول لك اني محتاج بقرة كبيرة على مود أسويها ضحية. وشفت عندك جوا بقرة كلش حلوة، تبيع لي إياها هذه؟ أريدها. يا وحدة تريد ما أعرف. تعال وياي خلي أشوفك إياها. تعال عمو تعال، كلش حلوة هاي البقرة، هي هاي البقرة اللي حكيت لك عنها عمو. هاي بيش تريدها عمو؟ هاي من بيعها، أنطيك اللخ إذا تريد. لا عمي ما أريد ذيك، أنا أريد هاي عمي. إيش يعني الهاي مدافته؟ صار إحساس وتواصل كلش قوي بيني وبينها عمو، عيونها يشبهون عيون عمتي، لذلك أنا أريدها لهذه. لك ابني بس هاي مو للبيع عمو، لا تقول هيك، كل شيء له سعر.
اقول لك دخلي اعطيك مليونين، شو تقول؟ لا بست ملايين. ستة يا ابو؟ لا كل شيء هواي يا عمو، خليني اعطيك مليونين ونص. ما يصير. زين عمو 4 ملايين عافية، دبيع لي اياها، اريدها اريدها. تمام تمام بعت لك اياها. شكرا عمي. زين اني اذا ادفع لك اقساط كم قسط تريدها لهذه؟ شلونك زينه انتي؟